فنتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل حساب نتفليكس. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والبحث هنا عن تطبيق نتفليكس، سوف يظهر على هذا الشكل. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل واي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق نتفليكس، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بالضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم نتفليكس. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في